راح نسوي وصفة البتر تشيكن أو تشيكن بتر كيفكم. أول خطوة ناخذ الدياي مقطع كيوبس. يعني شنو كيوب يا جميلة؟ يعني القطع الكذي. راح نتبله فلفل أسود، معلقة صغيرة فلفل أسود، شوية ملح، علبة زبادي روب، أي شيء تبون خالي الدسم كالأق، بس هو عادة الأكلات هذه يبيلها كامل الدسم. بحط شوية زيت، معلقتين زيت عشان راح يدخل الفرن، فلفل الحار عفوا أول شيء، وبعدين بحط الكزبرة وبحط الكمون، نتفة صغيرة من الثوم ونتفة صغيرة من الزنجبيل. أوكي، وراح نحطه بالصينية هني وادخله الفرن يتحمر يتشوح عدل. البابريكا شوية نزيدة، خلصنا. درجة الحرارة أعلى شيء يا جماعة، لازم الخطوة هذه جدا مهمة. جدري فاضي، زبدة 100 جرام، أوكي، وحط معاه شوية الزيت، الكاري ليفز وايد مهم، الورق الغار، الهيل، كل هني عاد كل حب، ما نبي بودر، فلفل أسود، وأحتاج شوية كزبرة، الثوم، الزنجبيل، حبتين بصلة، البصل ما له مقدار، البصل ممكن أحط بصلة واحدة كبيرة أو بصلتين متوسطة، بحط طماطتين، وبحط حبة فلفلة، نخليه الحين هني على كيفه. أبي أحط شوية فلفل حار، شوية من الكمون بعد، خليه يتشوح 5 دقائق وأيله مرة ثانية. هني السكر بالإيد يا جماعة، هذا هو. الكاجو جدا مهم، ما عندكم الكاجو في نفس اليوم اللي تبتسوون لهذا لا تسوونه، كأنه بشمل. هذا هو، طبعا هذا ما راح أغسله، راح أخلط في الكمية هذه اللي احنا سويناها هني في نفس المكان، راح أخلطه المكونات الأشياء اللي حطيتها، البصل والطماط والحبة هذه كلها. شوفوا 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 في الكاجو اللي سويناه، حطوه كله. يعني هذه كريمة جوز الهند، حليب جوز الهند، نتعود ان هذيلا ما نقطهم، هذيلا نزيدهم بشوية ماء ونحطهم. شوفوا الجمال. العيش المشخول يقدم مع التشيكن بتر او الخبز على كيفكم. الماء يغلي حيل، ملح خشن، حبتين ورق كاري، حط العيش المغسول المنقوع لمدة ساعة، ساعة ونص. بداية الغليان تعطونا لمدة 3 لـ4 دقائق. شوفوا 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 شوفوا. الحين راح احطه في الخلطه مالتنا. الله الله الله، قد ما تغلي اكثر قد ما تثقل اكثر وتكون احلى. البقبقه جمال. العيش المشخول لازم يغلي كذي. راح ازينه كريمه وشويه كزبره واحلى تشيكن بتر. وهذا طبق العيش، طبعا مثل ما قلنا يتوكل مع العيش او مع الخبز. هذا هو.